طيب بما ان احنا في البرنامج بنحب برضه نطلع حضراتكم على اخر الاخبار يعني المختلفه اللي بتكون الرياضيه في الصحف المحليه او العالميه، فخلونا نروح لمراسلتنا نورهان طمان مراسله قناه الاهلي ونعرف منها بقى اخر الاخبار. نورهان صباح الخير عليكي. صباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير يا كريم، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. احنا هنا من مقر جريدة اليوم السابع كالعادة بنطلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية، ولكن خلينا قبل ما نروح للأخبار الرياضية نفكر مشاهدينا بمباريات الجولة 27 النهاردة من بطولة الدوري. نادي مصر المقص هيواجه نادي مصر الساعة 6 على استاد المقاولين العرب، ونادي الإسماعيلي هيواجه نادي المقاولون العرب على استاد الإسماعيلية الساعة 8:30. ومن موقع اليوم السابع الأهلي يغلق ملف الاتحاد ويبدأ التفكير في مباراة المقصة. ذكر موقع اليوم السابع في تقريره النهاردة أن المدير الفني رينيه فايلر طالب لاعبيه النهاردة بغلق ملف مباراة الاتحاد اللي طبعا زي ما احنا عارفين انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين أمس، وطالبهم كمان بالتركيز في مباراة المقصة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل لحسم لقب الدوري في الجولة 28. كمان اليوم السابع ذكر في تقريره أنه مسؤول النادي الأهلي استفسروا من المدير الفني عن قراره بشأن عمار حمدي بعد ما تقدم بعض الأندية بالعديد من العروض للظفر بخدمات اللاعب. ومن موقع سوبر كورة اتحاد الكرة يقيم احتفالية للمحترفين في معسكر نوفمبر. قررت اللجنة الخماسية برئاسة السيد عمرو الجنايني إقامة احتفالية خاصة للمحترفين في الدوريات الأوروبية، وطبعا على رأسهم نجمنا المصري ونجم فريق ليفربول محمد صلاح بعد ما حقق لقب الدوري الإنجليزي كأول لاعب مصري يحقق ذلك اللقب. كمان زي ما احنا عارفين محمد صلاح حقق اللقب قبل كده بقميص تشيلسي ولكن لم يكون بالفاعلية اللي كان عليها في صفوف ليفربول. كمان اللجنة الخماسية هتكرم لاعبنا السابق محمود حسن تريزيجيه واللاعب الحالي لفريق أستون فيلا بعد ما استطاع قيادة فريقه للبقاء في البريمير ليج ويعني قدم مستويات فنية كبيرة عالية جدا في الدوري الإنجليزي. كمان اللاعب أحمد حسن كوكا هيتكرم بعد ما حقق فريقه أولمبياكوس اليوناني بطولة الدوري اليوناني، وأحمد حجازي نجم فريق ويست بروميتش هيتكرم بعد ما استطاع أن يقود فريقه للصعود مرة أخرى للبريمير ليج. اتحاد الكورة كمان هيكرم اللاعبين اللي دخلوا في نادي المئة بتأهيل الجبلية. أما بقى الأخبار العالمية معانا من وكالة رويترز نقلت تصريحات لنجم مانشستر يونايتد السابق جاري نيفل واللي حذر فيها تشيلسي من هذا اللاعب، وقال تشيلسي لن يفوز بالبريمير ليج في وجود هذا اللاعب. قال جاري نيفل أنه تشيلسي رغم فوزه على برايتون امبارح 3-1 إلا أن أخطاء حارس المرمى كيبا أبالاجا كانت كارثية على حد قوله، وقال أنه تشيلسي لو عايز يحقق الدوري الإنجليزي لا يمكن أن يحققه في ظل مستوى فني لكيبا أبالاجا بالصورة اللي احنا شفناها عليها أمس. وقال نصا لن تفوز بالدوري بحارس يسمح بدخول أهداف في شباكه من خارج منطقة الجزاء. كيبا أبالاجا كان أغلى حارس مرمى في العالم في عام 2018 بعد ما انتقل من صفوف أتلتيكو بلباو لتشيلسي، وكان يعني المفروض أن هو يعقد عليه أمال كبيرة جدا إلا أنه أخطاؤه الفنية في الفترة الأخيرة كترت جدا، وده اللي قاله جاري نيفل في تصريحه لرويترز. ومن وكالة رويترز أيضا جوتس إقرار التدابير المضادة لإقامة أولمبياد طوكيو هذا العام. قال جون جوتس نائب رئيس اللجنة الدولية الأولمبية أن اللجنة بصدد يعني التفكير واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لإقامة أولمبياد طوكيو اللي طبعا كانت اتأجلت الموسم السنة دي واتأجلت للسنة الجاية. جون جوتس قال أنه احنا بندرس حجم المشاركات الجماهيرية في البطولة وازاي هنقدر يعني نوفر الحجر الصحي اللازم للمشجعين. وعلى الصعيد العربي من موقع كورة رسميا السودان يواجه توجو وديا في تونس.
نجح الاتحاد السوداني في الاتفاق على ودية لمنتخب السودان لخوض مباراة أمام توجو في 12 أكتوبر المقبل، وده بعد ما هيخوضوا مباراة أخرى أمام نسور قرطاج في 9 من نفس الشهر. ومن موقع آس النسخة العربية، هدف قاتل يمنح الزعيم الانتصار. تغلب فريق الهلال السعودي أمس على نظيره بختكور الأوزباكي بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا. طبعا ده كان في مباراة أمس، والبطولة كانت كمان يعني حابين نقول لكم ان البطولة كانت اجلت في فبراير الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، وطبعا نادي الهلال هو حامل اللقب في النسخة الأخيرة. دي كانت أبرز أخبارنا هنا من مقر جريدة اليوم السابع. شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستوديو. أشكرك يا نورهان، شكرا جزيلا على المعلومات والأخبار المختلفة في الصحف العالمية والمحلية اللي أطلعتينا عليها. شكرا لك.